كف حبي ووفائي كربلاء، طر قلبي وندائي للسماء. كف حبي ووفائي كربلاء، طر قلبي وندائي للسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى عترتك الميامين، واللعن على عدوك وأعدائهم إلى يوم الدين. في يوم من الأيام أهدي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قطف من العنب في غير أوانه، فلما نظر رسول الله إلى ذلك العنب قال لسلمان: يا سلمان، ائتني بولدي الحسن والحسين ليأكلا معي هذا العنب. فخرج سلمان في طلب الحسنين، قال: فذهبت أطرق عليهما منزل أمهما فلم أرهما، فأتيت إلى منزل أختهما أم كلثوم فلم أرهما، فجئت فخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ظفرت بالحسنين. فلما خبرت أن الحسنين لم يكونا في بيت فاطمة الزهراء عليه السلام اضطرب رسول الله، يعني رسول الله كان شديد المحبة بالحسن والحسين، ووثب قائما. سأنظر يعني اضطراب رسول الله تبين على جوارح، قام مضطربا وهو يقول: وولداه وقرة عيناه، من يرشدني عليهما؟ فله على الله الجنة، من يدليني وأنا أضمن على الله أنه يرزقه الجنة، يهبه الجنة. فنزل جبرائيل بأمر الله تبارك وتعالى من السماء، قال: يا محمد، علام هذا الانزعاج؟ لأن قلب محمد صلى الله عليه وسلم كان عند الله عزيز جدا، وأي هم وغم يتداخل هذا القلب يثقل على ملائكة السماء وبعين الله. فقال الله تعالى: علام هذا الانزعاج؟ فقال جبرائيل، فقال رسول الله لجبرائيل: يا أخي يا جبرائيل، على ولدي الحسن والحسين، فإني خائف عليهما من كيد اليهود. فقال جبرائيل: يا محمد، خف عليهما من كيد المنافقين، فإن كيدهم أشد من كيد اليهود. يعني جبرائيل يصف من يكيد بالحسن والحسين منافقا، ويعني بطون هذه البصيرة من جبرائيل اللي هو لسان الله تعالى، بطونه يفضح الكثيرين، أمثال من كاد على الحسن المجتبى فنزع منه السلطان وبدل عاصمة الإسلام من الكوفة إلى الشام إلى دمشق. يعني هذا الرجل بعين جبرائيل وعمرو العاص هما من المنافقين، والذين كادوا حسينا
فأرادوا قتله وأرادوا سلبه حقه سلطنته حكومته الإلهية خلافته لرسول الله، وبايعوا يزيدا، هم أيضا من المنافقين. فكل من يكيد بالحسن والحسين من المنافقين، وهم أشد على الحسنين سلام الله عليهما من اليهود. لذلك الآن الرؤية الشيعية اللي هي مستفادة من رؤية جبرائيل ورؤية الله تعالى وبصيرة النبي محمد تبين أن المنافق أشد من اليهود. واعلم يا محمد أن ابنيك الحسن والحسين نائمين في حديقة الدحداح. إذن هنا جاء جبرائيل بالبشارة أنهما في حديقة الدحداح، فسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقته وساعته إلى الحديقة، وأنا معه، سلمان المحمدي معه. قال: حتى دخلنا الحديقة فإذا هما نائمان، الإمام الحسن والحسين نائمين، وقد اعتنق أحدهما الآخر، وثعبان في فيه طاقة ريحان يروح بهما وجههما. جاي هذا الثعبان يروح عن الحسن والحسين، فلما رأى الثعبان وجه جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقى ما كان في فيه وسلم على رسول الله، قال: السلام عليك يا رسول الله، لست أنا ثعبانا ولكن ملك من ملائكة الله. الآن شوف سخط الله تعالى على هذا الملك وكيف نال الجزاء الأوفى من الله هذا الملك. قال: أنا من ملائكة الله الكروبيين، غفلت عن ذكر ربي طرفة عين. اللي هاي أيضا ملاحظة جميلة، الإنسان يراقب ربه ليله ونهاره، يعني لا يصير لا تجينا ساعة غفلة وننسى الله تعالى، على كل لحظة ننسى الله يوم القيامة ستكون في قلوبنا حسرات لا نهاية لها. هذا الثعبان يقول: أنا من ملائكة الله الكروبين، غفلت عن ذكر ربي طرفة عين فغضب الله علي ومسخني ثعبان وألقاني إلى من السماء إلى الأرض، وأنا منذ السنين أبحث. شوف العبارة يا أخي، منذ السنين أبحث أقصد كريما على الله فأسأله أن يشفع لي عند ربي. بالشفيع تدرك الحاجة، من أخلاق الله أن يتقبل الشفاعة ويصفح ويغفر. فيقول الملك هذا الممسوخ حية وثعبانة، يقول: عسى أن يشفع لي ذلك الولي الكريم عند ربي، فعسى أن يرحمني ربي بسبب تلك الشفاعة ويعيدني ملكا كما كنت أولا، إنه على كل شيء قدير. رسول الله هنا لما وجد الحسن والحسين انهال عليهما يقبلهما، وحتى استيقظا من كثرة تقبيل رسول الله فجلس، ورسول الله ركب الحسن على كتفه، وأيضا الحسين سلام الله عليه ركبه على كتفه الأيسر. ثم إن هنالك قال، يعني الحسن والحسين لمن شافوا الثعبان، يعني هم استيقظوا وشافوا الثعبان، قالوا: يا جدنا ما هذا، قد خفنا من قبح منظره. شنو هذا، مخيف منظره. فقال رسول الله: هذا ملك من الكروبين قد غفل عن ذكر ربه طرفة عين، يلتمس شفاعتكما، يريد شفاعتكم عند الله وجاهتكم عند الله. الآن شوف أنت كرامة الحسين على الله. وثب الحسن والحسين فتوضع وصلى لله ركعتين ورفع يدي أيديهما إلى الدعاء. شوف الدعاء، قال: اللهم بحق جدنا الجليل الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وبأبينا علي المرتضى، وبأمنا فاطمة الزهراء،
إلا ما رددته إلى حالته الأولى. هذه الكلمات لما خرجت من فم الحسنان هبط جبرائيل في أفواج من الملائكة مخاطبا لذلك المسخ، يعني ذلك الملك الممسوخ، قال له إن الله قد رضي عنك وبعثنا كي نرفعك إلى السماء ببركة شفاعة الحسن والحسين، وبرده ملكا في مقامه الأول أن يكون من الكروبين. بعد هذا رجع جبرائيل من السماء مبتسما، يعني بعد أن أخذوا ذلك الثعبان والملك إلى السماء رجع إلى الأرض مبتسما، قال يا رسول الله إن ذلك الملك يفتخر على أهل السماوات ويقول من مثلي وأنا في شفاعة السيدين السندين السبطين الحسن والحسين. الحسن والحسين، فطوبى له أنه نال شفاعة سيده ومولاه الحسن وسيده الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. وهكذا كانت قصة الحسنين وملء قلب النبي من حبهما وتبعثر أحوال رسول الله وانزعاج رسول الله في فقدهما، فكيف برسول الله لما يجد الحسن والحسين قد قتلا مسموما والآخر قتل ذبحا عطشانا، كيف برسول الله وانزعاجه عليهم؟ إذا كان الرسول شديد الغضب على اليهود خشية كيدهم على الحسنين، فكيف هو غضبه على أعداء الحسن وأعداء الحسين على معاوية ويزيد؟ اللهم أحينا حياة الحسين وأمتنا ممات الحسين، والسلام عليكم.